جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. شوفوا فيها في الويب كام انا لحظه سريده من الجنوب محبين، وحتى ناس مش ما تحبش ولا مسيرين في أندية أخرى فرحوا للنجم الرياضي الساحلي، فرحوا للهيئة اللي ديرها دي. لا الشيء اللي عارفوا نخدموا للرياضة، نخدموا بنظافة، ما نحاولوش وحنا نخدموا كما قلت بنظافة عند أشياء اللي هي الخارجية، والكل ماذا بينا الرياضة تخرج منها ينفق وطول، والمباراة تتلعب على الميدان ولا اجدر وصح عليه يربح ومو بالفعل. دكتور، الكاس هذه تجي بعد انتخابكم يعني تقريبا اقل من اسبوع، تعطي دافع هذه ليكم وللمجموعه، خاصه انك تقريبا حافظت على 99% من المجموعه نتاعك، يعني سواء المسيرين والا المنتخبين، فما واحد ولا اثنين، اما تقريبا حافظت على مجموعه اللي بتخدم بها. الاختيار اذا كان الاختيار نتاعكم الاول، اذا كان ما تحفظش عندك الاختيارات نتاعك كانت غلطه، ما كانتش غلطه على الاشخاص خدمت معاهم، حتى كان شي سيء تغيير في الهيئه المديره ولازم تجي روح جديده ويجيو اشخاص ضد، وهذا هو التناوب على مش على السلطه مي على التسيير. والتسيير ماك تعرف هذا معنى واجب وشرف قبل ما يكون تشريف. بالنسبه لنا نحن اللي عنده اي ما عنديش اني العبش لا هذايا بتاع اكس وهذايا بتاع ايكغيك وهذايا كذا وهذايا خدم. بالنسبه لي اني ولاد النجم الرياضي الساحلي، كل ولاد النجم الرياضي الساحلي ولهم الحق باش يشتغلوا وباش يكونوا متواجدين في الهيئه المديره باش ينفعوا النجم الرياضي الساحلي. اي واحد عنده خبره ولا شفت فيه الخبره الكافيه ولا الاستعداد الكافي، بالنسبة لي أني يخدم مع رئيس فلاني ولا رئيس فلاني ولا رئيس فلاني، الانتماءات فما انتماء واحد هو انتماء للنجم الرياضي الساحلي وبس. الدكتور جلال كريفة، مرحبا بك دكتور. مرحبا جمال، مرحبا بالسادة المستمعين من سماعة الأفلام، مرحبا بسيدي الله، مرحبا بسيدي، مرحبا بالعائلة الموسعة للنجم الرياضي الساحلي في سوسة وفي تونس وخارج تونس. أكيد هذا برشا ناس يسمعوا فيه. أكيد أكيد، حتى البرامج تونس في باريس في كل قاعدين توصلنا للميساج، ونفاجئ كنقول لك أنه عدد المساجات اللي جاي من برا برا من تونس مهول ومهول جدا. هذا متأكد أن الأورديناتور بتاعكم مش يستحمل. أي ولا والستاندار مش يستحمل ضبط التليفون، هذا متأكد. هذه أغنيتك الساعة قلت كان ما يحطهاش ما طلعش الاستوديو. صدقني لحمي مشوك وعينيه مزغلة، أنا جاي نسمع فيها كنت نسمع في سيري لا وفي زين. صديقنا منذ من عمار يعطيه الصحة في الأغنية هذه، ديما في سبور العديو الحقيقة برشا مرات. هاي ان شاء الله كل عام كل عام ان شاء الله وقت التتويج ان شاء الله كل عام ان شاء الله كل عام التتويج في الليتوال ديما كل عام كل عام التتويج ان شاء الله. دكتور احكي لنا على الحكايه سيريدا، حكايه زياد على التتويج. اكيد التتويج مطعم خاص خاصه قدام فريق كبير نادي الصفاقسي، وفي وقت حسيت للنجم الساحلي هيئه جديده عام جديد. واحد احسن حاجه انه ديما الثمار يجنيها في نهايه الموسم. والله يا جمال انا مش نزيد برشا على اللي قال سيدي ذا وقال زياد، اما تعرف التتويج ما يجيش صدفه ما يجيش هكاك، يجي معناها بتعب بعرق برشا مجهود برشا معناها برشا حوايج اون انفستي برشا حوايج في الخدمه هذه في خدمه نجم الرياضي الساحلي، الماديات الوقفه السهره تحمل المسؤوليه قريانا حساب الديتاي الصغيره والكبيره التشاور ما بيناتنا والامبيونس الموجوده في صلب الهيئه المديره ولو خيرنا مع بعضنا صدقني عائله في وسط عائله، عائله صغيره قاعده تخدم على كيما خليت النحل كل يوم، وفي وسط عائله كبيره اللي هي عائله النجم الرياضي الساحلي العائله الموسعه. دونك نجم كان ربي يبارك خاطر نيه صادقه، خاطر معناها بغير حساب نعطيه من غير حساب وما نستناوش في مقابل، معناها مشكلتنا مش مشكلتنا، ما همنا الوحيد هو حب ليتوال وخدمة ليتوال. صراحة النجم نقوله لك، هو البارحة عملنا حفلة كانت عائلته متواجدة، شفت الاسرات، مازال ما فهمناش ان شاء الله من هنا الليل الغدوة الصباح، يعني نقعدوا معاه بعد المقابلة وبعد كذا نقعدوا معاه. هل حقا هو سيري ذا عمل له قال لي توا خذ قرار، ولكن انتم قاعدين تحاولوا باش تثنيوا على قرار؟ هو قال لي هو بيني وبينك من شهرين اول اجتماع عملت معاه هنا في المكتب قال لي شنو نكمل مهمتي ان شاء الله؟ أي قال لا معناها 30 جون باش نكونوا واضحين مع الناس اكيد الحديث نقولوا اليوم بعد التتويج يعني مع الاجتماع عملته معه يعني من شهرين في مكتبي قال لي راني نكمل مشوار لظروف معنا عائليه وكذا.
مي المشكلة احنا كنا نجم ولو نحسوا رجل المير فرحان رجل المير يخدم البارح ضرب بوليتوال البارح وبناته وبناته صح معناه وعطينا نخدموا معاه يزيد يخدم على البرنامج نتاع السنة القادمة كامل البرنامج نتاع ستاج والوتلة والمشيان والجيان هو يعمل فيه أخي شخصين هذوما فما شخص يحب يقعد وفما شخص عنده ظروف أخرى يحب يمشي البارحة كنت معناها تحس روجي لومير كانوا يعمل في الليزاديو واني قلت هالو معناها فرحان طو يحكي يقول العام الجاي مش نعمله واسيد فيد من حاجة أخرى كشخص كمدرب يعرف يحب يقعد عنده ظروف أخرى اللي احنا ما قيناهاش التو احنا مش ندخلوا على كل الامور الاخرى حتى كان عندنا تدخل على الناحيه الاخرى باش نقلوا الاشخاص الاخرين باش روجي يكمل معنا المشوار ان شاء الله من هنا اليوم الغدوه حسين زياد اني سجلين الناس كل حد من جيتو باش نحاولوا نكمل من هنا الغدوه نجم فريق كبير ما نجموش نقلوا على اشياء احنا كيك يلزمنا أكل وقتها كاين وقفوا فريق جاهز أمورنا واضحة برنامجنا موجود عنا مدربين مساعدين وعنا الناس الإطار كله كامل عناش مشكلة مي إذا كان رجل ما عنده ظروف يلزمنا نحترموها زادة عنده ظروف مش ما نضربوش المضرة كان عنده ظروف خاصة اللي ما تخلوش حتم عليه باش يغادر حتم عليه ما ينجمش وعنده عائلته وعنده كذا وعنده زوج بنات صغار وعنده كذا ما نحبوش روحنا اكثر لازم نتفاهموا ظروفه واحنا كهيئه مسؤوله كل وقت هذا كاين نبداو نخموا في نعرف اللي زياد وحسين وسجلين ونسكن نخموا بقدره الله فراغ ما فماش البرنامج موجود اللاعبين موجوده الرؤيه نتاعنا موجوده عندنا من هنا ل 27 ولا 26 جويليا ان شاء الله من هنا غد نلقاو الحل الانسب للنجم الرياضي السعودي دكتور جلال كريفة أنت قريب جوهرة FM الدنيا ما فيها